لكن في النهايه الفتره دي كان مجموعه كبيره جدا من اللاعبين الكبار، ابو تريكه بركات وجمعه، وما كانوش لسه بطلوا المجموعه دي كلها، ما كانتش لسه بطلوا. ما هو الواحد حظه حلو، لا الواحد حظه حلو ان انا مش عايز انسى. انت هتفضل تقول اسامي انا لو فضلت اتكلم ممكن انسى حد. حرام جده طبعا. لعيبه كتير الواحد كان محظوظ ان هو طلع معاهم، اتعلمت منهم حاجات كتير، حطوا في زرعوا في الواحد الغل اللي هو المكسب، الغل الايجابي، غل الايجابي، غل المكسب. يعني ايه تبقى بتلعب تيشيرت النادي الاهلي؟ يعني ايه لما لو احترفت؟ يعني ايه تمسك في الفرصه عشان انت بتمثل؟ ما تمثلش نفسك. يعني انا بره انا مش بمثل نفسي، انا راجل كوبايه الميه وانا بشربها انا بخلي بالي، لان بيقولوا ده مصري صح. فانا بخلي بالي عشان انا باسم بلدي وفي الكوره باسم بلدي واسم النادي اللي انا جاي منه طبعا. يعني انا بطلع في اي حته بقول انا ابن النادي الاهلي. ساعه كاس العالم للانديه موقف حصل والله ده حصل بجد، اما خدوا الثالث على العالم انا رايح تاني يوم بقول لهم انا بلعب في كنت بلعب في النادي ده. النادي الثالث العالم يعني. ثالث العالم ده انا كنت بلعب فيه. اللعيبه تقول لي ده نادي يعني ثالث عالم وكده، قلت لهم النادي ده استون فيلا عارفين النادي الاهلي طبعا. طبعا بس قلت لهم انا بقول لهم انا باكد عليهم انا طالع من هنا ده النادي بتاعي. فانا كنت جاي طالع فخور باللي حصل يعني بالانجاز اللي حصل. ثالث العالم طبعا.